سلام، اشتغل لكم بس ثلاث اشياء كده على السريع قبل ما ننط للفيديو. الشيء الاول انه هذا الفيديو ثالث واحد من سلسلة تحديات رمضان. اذا مش شايفين الفيديوهات الاولى فضلا لنا امرا سيروا شوفوها، يمكن تعجبكم. ثاني شيء انه لو تلاحظوا خاصة للناس اللي متابعيني قد لهم فترة ان انا بنحط فيديوهات مختلفة او محتويات مختلفة في القناة حقي خاصة مؤخرا، وسبب في هذا ان انا في رمضان قلت ماش اسافر، اجلس في بيتي في اسطنبول اريح اتأمل افكر اطور مهاراتي اللازمة التي احتاجها عشان اسوي محتوى كويس انا راضي عنه، لانه لحد الان مش انا راضي عن اي حاجة حطيتها في اليوتيوب بصراحة. يعني كذا بيني وبين ما بنحس انه هذا الشيء الذي كان في راسي لما قررت ان انا اسوي اليوتيوب. لذلك I'm gonna keep experimenting، شجلس اجرب لما الاقي المحتوى الذي هذا الشيء الذي نشت اسوي. غالبا عيكون فيه سفر خيرات لان انا كأني عشق السفر. بس كمان اشياء ثانية انا مهتمة فيها واحب ان انا اشارككم، فخلنا نشوف في هذه التجارب وانتو تفاعلوا معي هكذا لو سمحتوا وقولوا لي ارائكم. الفيديو الذي يعجبكم وتحسوا انه اوكي كويس جيبوا له لايك، ولما اسألكم واطلب منكم ارائكم يعني قولوا لي في التعليقات عشان نكون اخذ وعطاء، مش بس انا الذي اتكلم مهدر بلا 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 وانتم ما تقولوا لي رايكم. كمان لو الفيديو حسيتوه انه واو رهيب وتحسوا انه لازم كل الناس في الحياة يشوفوه فسووا له شير 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 في كل مكان، في الفيسبوك في الواتساب كل مكان اذا عجبكم، واذا هو جدا رهيب شوفوا في شرط اذا عجبكم عشان انا اتحمس واحسن من جودة فيديوهاتي واحط وقت اكثر في ان انا اتعلم مهارات المونتاج والتصوير وان شاء الله يكون رمضان هذا هكذا تجارب مختلفة الى ان الاقي المحتوى الذي انا راضي عنه. مواصفات المحتوى الذي انا راضي عنه: واحد، انه يكون شيء انا بنستمتع وانا بنسويه لانه هذا جدا مهم. اثنين، يكون شيء مفيد وذا قيمة، وحطوا ثلاثة اربعة خطوط تحت مفيد وذا قيمة لانه القيمة او الافادة نسبية. ايش يعني نسبية؟ تختلف من شخص لاخر، مش شيء مطلقة. ما بش حاجة مفيدة كل الناس يتفقوا عليها انها مفيدة، وحاجة مش مفيدة كل الناس يتفقوا عنها انها مش مفيدة. اظن ان احنا مجتمعنا، المجتمع اليمني اللي انا جاية منه خصوصا والمجتمع العربي عموما، لازم نتعلم هذه المصطلحات اللي تتصف بالنسبية، يعني تختلف على حسب الشخص، لان احنا مع الاسف اغلبية الاشياء اللي تعلمناها او تربينا عليها بتكون مطلقة، صح غلط ابيض اسود في طريق واحد للوصول الى مكان ما. لا، الحياة أكبر من هكذا بكثير، ولازم إن إحنا نوسع مخنا ونفتحه أكثر. فهذه هتكون واحدة من الرسائل التي أنا أحاول أقولها في القناة إن شاء الله. أوه، خرجت خيرات عن الموضوع. هذا الفيديو صار طويل وكان طويل. لو حصل إنك شخص جديد أو شخصة جديدة ما تعرفوش من أنا ومش أنتم مشتركين في القناة، شيكوا على قناتي أول وشوفوا الأشياء اللي أنا منزلتها، ولو إن أنا مش أنا راضي عنها حاليا. بس المهم، إذا حبيتوا الموجود وتحسوا إن أنا شاضيف لحياتكم شيء أو شالهمكم بأي حاجة سووا لي سبسكرايب. أما إذا تشوفوا إن أنا كلام فاضي فدعموا. سمستر واحد بس في حياتي كامل كان هكذا بيرفكت، كنت اتريض كل يوم ومعي جدول واسير الجيم واجري واكل اكل صحي وكل حاجه. بعدين سافرت واختبص النظام هذا كله، ولما رجعت لتركيا على اخر سمستر حاولت ارجع للنظام القديم بس ما قدرت، فقلت بدل ما اجلس انا ونفسي نتحارب وارجع للنظام القديم ليش ما اغيرش طريقه تفكيري شويه واحط عادات زغنوطه في حياتي كيف امشي الوضع. هذا الذي سويت، اقول لكم اربع عادات بداتها قبل 6 شهور والى اليوم الحمد لله النتائج حلوه، شاقول لكم عليها. فنبدا. واحد، الدرج. اتذكر في شهر 11/2017 كنت في المترو ودائما كالعاده واحد يطلع الاسكليتر، انا جاي اطلع الاسكليتر بسيت الدرج طويل ما حد بيطلع الدرج. لو انا كل يوم وانا بستخدم المترو اطلع الدرج كم مش هنحف؟ رياضه ولا مش رياضه؟ انا من اليوم قررت ان انا اطلع الدرج وبس، ما فيش اسانسير ما فيش اسكليتر بعد اليوم، وكان كذلك طبعا.
ندمت ان انا قررت هذا القرار، لانه خلاص لما الواحد يقرر قرار لازم انه يلتزم فيه ولا عيب قدام نفسه يعني. فكان جدا 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 صعب، خاصة في الدرج حق المترو. انتم متخيلين في المترو كمية الدرج اللي لازم نطلعها؟ متروهات اسطنبول اتكلم يابي، جدا خيرات يعني، كنت اطلع واوصل النص وارجي لي ما عاد احس جا، والناس كلهم يبصروا لي وانا اقول يا الله الذحمي بصروا لي يضحكوا علي. طبعا كل شيء في عقلي لان انا ايش داري انهم ايش بيفكروا، بس يتكفي نظراتهم يا خلق الله. انا يلا لازم اواصل واواصل، فكان ياخذ مني وقت كثير جهد كثير، كنت اوصل ورجلي مكسرات، اوصل وانا بين الهاد، كان جدا صعب. لكن احسن شيء سويته ان انا واصلت، قلت لا يا سميه لا يا سميه هكذا ما ينفعش الخبر، لازم تواصلي لازم تواصلي ولا ما يتغيرش اي شيء في حياتك. واصلت كل مره اطلع الدرج، كل مره اطلع الدرج، وكان اخذت شيء لما انعزم عند صاحباتي ولا عند حد بيتهم في الدوره 70 80، تخيلوا. ولكم أن تعرفوا كمية المأساة. فكنت أطلع الدرج، كان الاستثناء الوحيد الذي يخليني ما أطلعش الدرج هو لما أصير أنعزم عند ناس بيتهم في الدورة 80 مدري 90، ومش أنا وحدي جاية، معي مجموعة ناس وكلهم رايحين ياخذوا الأسانسير، وأنا أصير مثل الكتكوتة أطلع الدرج وأنا أصيري وانا قررت اطلع الدرج. واسمع لك الضحكات وما ادري ايش يعني سوشيال بريشر، فكنت اضطر ان انا اخذ معاهم الاسانسير يعني عذر. المهم مش الوقت، وكنت اتعب كل مره، كنت اكره نفسي وانا اطلع الدرج، كانت تجي ايام وانا المود حقي ضابح مش ليش اطلع الدرج، واقول خلاص اطلع الاسانسير، ارجع اقول لا ما اطلعش الاسانسير لازم اطلع الدرج. والحمد لله يتبير اوف يعني، اليوم قبل اسبوع بدلت المترو 3 مرات يعني درج درج درج، وطلعته سو سموث يعني مطلع الحصان. صح على اخر مترو رجلي عضلا جدا، بس اللهثه حقي خفت، بنحس ان انا هكذا اخف وبنحس ان اسرع، فحسيت بالفرق. بس متى حسيت بالفرق؟ قبل اسبوع بدات اركز انه في فرق، ولا قبلها كنت احس انه ما بش تطور، كنت احس ان انا بنسوي هكذا عبان منثوره، كنت احس ان انا بنعذب نفسي على الفاضي. بس الحمد لله صبر، كانت هذه النتيجه. فانصحكم انتم تسووا هذا السويتش في حياتكم، لا خاصه لو انتم مشغولين وتحسوا انه ما بش وقت للرياضه، خذوا الدرج بدل الاسانسير يا منعة، صدقوني سووا هذا الشيء وقولوا قالت سمية، واصبروا وواصلوا عليه ان شاء الله تشكروني لاحقا. ثاني شيء السيكل، والسبب الذي دفعني ان انا اجرب السيكل هو نحن انتقلنا لكامبوس اكبر، فكانت المسافات كبيره بين الدورم والكلاسز، كنت اقوم متاخر وكنت اجي لحق الكلاس، فقلت لهم معي سيكل ان انا بدل ما امشي 10 دقائق المسافه تكون 2 أو 3 دقائق بالسيكل. فاشتريت سيكل، واختكم ما تعرف تسوق سيكل مثل اي بنت يمنيه، لانه عندنا الحمد لله البنات ما يسوقنش سيكل، لكن تعلمت بالبدايه دروبه وحركه ما ادري ايش، وفي الكامبوس والناس يضحكوا ما تعرف تسوق سيكل قد كبيره وما تعرف تسوق سيكل، بس تعلمت سياقه السيكل وعجبني جدا جدا جدا. الله احنا كنا محرومين يعني، كيف انا ما يعني كيف طفولتنا راحت بدون ما نسوق سيكل. انا مش فاهمه، لكل بنت ما تعرف تسوق السيكل تعلمي عادي، عتتدربي عتتخدوشي، هي كذا الحياه، تعلمي وخذي سيكل. ولو انت في مجتمع ضد ان انت تسوقي السيكل مش اقولكش دعمي مسوق السيكل، لانه انا داري ان هذا الموضوع يحتاج شجاعه كبيره ويحتاج راس مدغمر. لو انا في اليمن حاليا بشخصيتي الحاليه اظن انا ممكن اسوق السيكل واسوي حملات سياقة سيكل للبنات، يلا نخرج كلنا. بس قبل 5 سنين ما كنتش اقدر اسويها، لان انا ما كنتش بهذه القوة اللي انا فيها الان، اتكلم عن قوة الشخصية والعضلات كمان. يعني طورت خيرات، فرق بيني قبل 5 سنين والان. بس صدق قولوا لي كيف الوضع الان في اليمن، هل في بنات بيسوقن سيكل في اليمن ولا لا؟ ان شاء الله انه في، يعني قل لي 5 سنين من اليمن فمش عارفة، فقولوا لي في الكومنتات. بشكل عام اجيب رسالة هكذا للبنات الحبوبات انهن يكونين طحطوحات وقويات، لكن عشان اكون واقعية وانتي في اليمن صعب. فاقول ايضا للاخوة الشباب الذين متابعيني في اليمن كمان، بليز اذا اختك او اي بنت في حياتك تعرفها وتشتي تسوق سيكل، تجي لعندك وتقول لك تعال معي كبوش في البداية، انه يعني لما انا متفهمه لما البنت تجرب حاجه المجتمع كله ضدها في البدايه، تحتاج شخص يكون معاها. فلما تجي لعند اخوها ولا ابوها ولا لاي ذكر في حياتها تطلب منها هذا الشيء، يا منعه لا تكسروهنش. شب كذا هنا. الموضوع حساس بالنسبة لي، لأن أنا دارية كم البنات عندنا في اليمن مظلومات، كم بيجلسوا يكسروا جناحتهن، عشان هكذا يمكن شوية تحسست وبدأت أدمع. بس من صدق يا منعة شجعها.
انتي لا تريعيش لاي حد يشجعش. انا داري ان الكلام اللي بنقوله الان صعب، بس صدقيني صدقيني داخلش قوة لو تخرجيها ما يعلم الله شو ممكن تسوي. يعني انتي انسانة قوية حنونة مبدعة، تقدر تسوي كل حاجة تشتهيها، لا تخافيش خليش قوية، واصلي واصلي واصلي، وصدقيني بتوصلي للذي تشتهي. كلام مني، كلام من مجرب. انا داري ان المجتمع دائما ضدنا، دائما يحاول يدمرنا، بس ان شاء الله يتغير، وان شاء الله اخواننا الشباب والرجال اللي في حياتنا يشجعونا دائما. اوكي نرجع لموضوع السكن. فكان في البدايه صعب، وخاصه في الطلعات ما كنت اقدر اطلع الطلعه، كنت اوقف وانزل واطلعها مشي، بس الان الطلعات اقدر اطلعها يعني الحمد لله. ثالث نقطه المشي، هذه انا بنسويها من زمان مش حتى قبل 6 شهور. انا شخص يحب المشي كثيرا 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 كثيرا، فدائما دائما دائما افضل ان انا امشي على ان انا اخذ اي وسيله من المواصلات. اخذ المواصلات لو كانت مسافه جدا بعيده وما بش عندي وقت، يعني انا ما عنديش مانع ان انا امشي ساعه او ساعتين، ما عنديش اي مانع، بس مشكله انه مش انا دائما معي الوقت الذي يسمح لي ان انا امشي ساعه او ساعتين للمكان اللي اوصل له، فما بنسويهاش. لكن قدر المستطاع افكر متى ما اقدر امشي، كمان للعقل انه يعطينا فرصه ان احنا نصفي افكارنا ونراجع امورنا و حتى انه يلهمنا بافكار جديده، مثل ما بيقولوا المشي رياضه الفلاسفه، عندهم حق. يعني في كمان شيء ثاني انا احب اسويه لما امشي، ان انا اسمع بودكاست، خاصه المسافات الطويله ساعه او ساعتين افتح لي بودكاست اسمع، فبنستفيد في نفس الوقت، فابدا ابدا ما احس انه في اي وقت ضاع. رابع شيء موضوع الرياضه، كنت دائما عندي هذه العقليه انه رياضه يعني لازم اروح الجيم، بس غيرتها مؤخرا قبل 6 شهور، قلت ليش اروح الجيم؟ يعني اكيد في تمارين كثير تعتمد على وزن الجسم، اسوي رياضه في البيت، الواحد يقدر يسوي رياضه في كل مكان، في الحديقه، في الجيم. حتى وانا كنت اسافر مؤخرا قبل اسبوعين او 3 اسابيع خرجت اجري في افسوس وتمرنت، وبما انه انا مش انا خبيره رياضه ولا خبيره تمارين رياضيه، في 2 ابس بالتلفون بنستعملهن احبهم كثير كثير كثير، وهما واحد نايكي ترينينج، في اب ثاني من نايكي بنستخدمه اللي هو نايكي بلس ران كلوب للجري، وكمان معي هكذا حاجه في بالي ايش اسويها ان شاء الله، انه اجري في كل مكان اسافر له، شيء رهيب صح؟ ان شاء الله. فبعد ما بدات اسوي هذه الاربع العادات لاحظت انه رجلي اصبحت اقوى، وكمان حق الكونديشنينج تحسن، تحسن كثير كثير تحسن، فكنت الهاث الحين ما عدناش من الهاث، واكيد دائما في تحسن مستمر والانسان يقدر يرتقي اكثر اكثر اكثر، بس انا اقول لكم ان هذه الاشياء حصلت عليها وانا ما بنتريضش كل يوم، بس حطيت عادات بسيطه في نظام حياتي ادت الى هذا الشيء. الاشياء اللي بنتكلم عليها معتمده على مبدا قليل دائم خير من كثير منقطع، وهذا المبدا انا تربيت عليه، بابا لما كان يعلمنا اي حاجه كان يدي لنا كل يوم شويه 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 شويه، شو اللي يقول لنا قليل دائم خير من كثير منقطع، فالحمد لله مسكت معي هذه الشغلة للآن. من صدق انك تسوي اشياء بسيطة صغيرة في حياتك وتسويها دائما بشكل يومي تدي لك نتيجة جدا رهيبة. اهم شيء الصبر والمثابرة، لا تسويش اشياء كبيرة وتتحمس وتتريض وتفعل ورك اوت اول يوم 40 دقيقة بعدين بعد اسبوع ما تسويش اي حاجة، يعني اكيد لو انت عندك الكمية الموتيفيشن هذه انك تلتزم في النظام انا جدا احييك، بس للناس اللي ما عندهم هذا الموتيفيشن واللي بيحسوا نفسهم انهم بيفشلوا بيفشلوا بيفشلوا، ابدأ بالاشياء الصغيرة، ابدأ حط هذه العادات الصغيرة في نظام حياتك وشوف بعدين ايش حيحصل لك، بعدين من صدق يبدأ الموتيفيشن يطلع، تبدأ تحس انك تتطور اكثر، تبدأ تشوف جسمك وتحس انك تكون اقوى، هذا الشيء ممكن يدي لك ويدي ليش موتيفيشن اكثر. في اخر الفيديو يا اصدقائي اقول لكم ان الوقت بيمشي بيمشي، احنا اذا جبنا لها الانبوتس الصحيحه بيسوي بروسيسنج وبيطلع لنا الاوتبوتس الكويسه اللي احنا نشتيها، واذا احنا بنجيب لها انبوتس مش كويسه كمان بنحصل على اوتبوتس مش كويسه، عشان كذا العادات جدا جدا مهمه في حياتنا، وان احنا نحط عادات كويسه جدا مهم لنمونا كاشخاص وبشر، ونكون دائما اشخاص افضل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ولاول مره في تاريخ هذه القناه ايش اقولها، اذا عجبكم الفيديو سووا له لايك عشان انا اعرف، وفي الكومنتات قولوا لي اي وحده من هذه التبس عجبتكم اكثر شيء، واي وحده تنووا ان انتم في حياتكم، واذا انتم ناويين تحطوا الاربع العادات في حياتكم سوبر. وإذا الفيديو جدا 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 رهيب، رغم أن أنا أشك أنه جدا جدا رهيب لأن أنا مهاراتي يمشي شوية هذا القد، بس إذا أنتم شايفينه جدا جدا رهيب سووا له شير. أشوفكم بعد بكرة إن شاء الله، سلام.